بكيفي. انت بكيفي. يلا دقائق ان شاء الله. كنا بأرض مفتوحة وأرض زراعية والهواء نقي، فجينا هنا على المدينة. المدينة احنا ما متعودين عليها طبعا، محصورين بها، وهذا أيضا ثقل هو على الدولة. ابن الريف ينزح على المدينة، هذا ثقل يريد خدمات ويريد مطلبات، فلكن اضطرينا انه ماكو عيش إلا بالمدينة.